تعالوا نعمل مكرونة بالوايت صوص والسي فود. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجة ده نوع السي فود اللي انا هستخدمه، هاخد منه بس الحاجات اللي هتنفع مع المكرونة. اول حاجة هيكون عندي معلقة من الزبدة وكمان معلقة من الثوم، وهشوحهم مع بعض. في الوقت دوت هكون بجهز السي فود بتاعي، خدت بس من شوربة السي فود، خدت منها السمك وخدت منها الجمبري وخدت كمان منها صوابع الكابوريا. اول ما الثوم يتشوح معايا هبتدي انزل بيه فلفل الوان، فلفل اصفر وفلفل احمر وكمان فلفل حراق لو حبيته. هاخدهم برضو اشوحهم على النار، وبعد ما يتشوحوا هنزل بالسمك بتاعي وكمان هنزل بيه الجمبري. اما صوابع الكابوريا هسيبها للاخر خالص عشان خاطر بتتهري. فزي ما انتم شايفين شوحنا الثوم، شوحنا الفلفل، وكمان هنشوح السمك. واحنا بنشوح السمك هنحط التوابل بتاعتنا، هنحط كزبرة وكمان هنحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والملح حسب الرغبة. بعد ما السمك والجمبري يتشوحوا معايا هبتدي انزل بصوابع الكابوريا، مش هتكمل دقيقة معايا على النار. بعد كده هرفعها من على النار وهحط معلقة من الزبدة، وهبتدي احط 3 معالق من الدقيق عشان خاطر اعمل الكريمة بتاعتي. وهكون مجهزة كوباية لبن كبيرة عشان خاطر انزل بيها على الدقيق، وكمان نص كوباية مية من مية سلق المكرونة. ما ترموش مية سلق المكرونة، محتاجين منها نص كوباية زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي احطها بقى على السي فود وعلى الخضار. هنا بقى هبتدي انزل بالمكرونة بتاعتي واقلبهم مع بعض وارفعهم على النار لحد ما الصوص بتاعي يتقل ولحد ما يمتزج مع المكرونة. قبل بقى ما المكرونه تخلص معايا هكون مجهزه معلقه من الزعتر واحطها معاهم. الزعتر بيودي المكرونه بالوايت صوص في حته تانيه خالص. ما تنسوش معلقه الزعتر الصغيره دي هتفرق معاكم في الطعم جدا. بس كده خلصنا المكرونه بتاعتنا، هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش معلقه الزعتر زي ما اتفقنا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وهسيبكم مع صوت المكرونه والسلام.